حاجات تهمنا. اول حاجه هي الوينج سبان. الوينج سبان اللي هو عرض الجناح، اللينس طول الطياره، الهايت ارتفاع الطياره، الديستنس بتوين مين جيرز، المسافه ما بين مجموعتين العجل الرئيسيتين بنسميها الجير ترند، والويل بيز. الويل بيز ده اللي هو المسافه ما بين مجموعتين العجل الرئيسيه والنوز جير. انا وضحت لكم المره اللي فاتت يعني ايه نوز جير ولا لا؟ ايوه، اللي هو الجزء الخاص بمقدمة الطيارة. ايوه برافو، انا عارفه ان انتوا صايمين، ربنا معاكم ومعانا جميعا. وبعد كده التيل ويتس او عرض الديل. طيب نبدا كده نبص بس على ايه المساقط بتاعه الطياره. اللي في النص بلان، بنبص على الطياره من فوق اهو، نشار عليه بالماوس اكيد شايفينه ماشي. اللي فوق فرونت فيو، وش الطياره لينا خلاص. واللي تحت سايد فيو اللي هو المسقط الجانبي. تمام، هنلاقي كده دي طيارة من الطيارات فمحطوطة بالأطوال بتاعتها. هنلاقي هو عرض الديل. طبعا احنا ملناش دعوة بالأرقام، احنا عايزينك تعرف عرض الديل من فين لفين. يعني عرض الجناح من أول التاب بتاع الجناح هنا لحد التاب بتاع الجناح التانية. الارتفاع شايفينه في السايد فيو اهوت، وشايفينه في الفرونت فيو اهو، طبعا ما بيبانش في البلان. عرض الجناح برضو باين في الفرونت فيو اهو، من طرف الجناح اليمين لطرف الجناح الشمال. خلينا نشوف صورة تانية كده، يا رب تكونوا شايفين دي كويس. عرض الجناح اهو متوضح، التيل واتس، سوري، عرض الديل، انا اسفة، عرض الديل، انا كمان صايم، عرض الديل اوكي مكتوب عليه باللون الاحمر اهو، عرض الديل ماشي. نجا ثواني. اهي اللينس، نبص على الجزء اللي فوق. اللينس من اول النوز بتاعت الطيارة لحد اخر حاجة فيها خالص، فده اللينس. الويل بيز، الفرق ما بين مجموعة العجل الرئيسي والنوز جير، مجموعة العجل اللي تحت المقدم. الارتفاع باين اهو هنا، مش معمول بالاحمر. الوينج سبان باين في الفرونت فيو، من طرف الجناح اليمين لطرف الجناح الشمال. والويل تريد اللي هي المسافة ما بين مجموعتين العجل الرئيسيين باين تحت. تمام، طب احنا بيهمنا الحاجات دي ليه؟ خلينا نبص بقى كده. طبعا في عندكم كذا سلايد هتلاقوا الكلام ده موجود فيها، فتقدروا تشوفوه كويس. بس انا يهمني الوينج سبان في ايه. الوينج سبان بيحدد الويتس اوف تاكسي ويز، عرض التاكسي ويز، عرض الممرات الجانبيه. بيحدد السيبريشن كليرنس بتوين تو بارلل ترافيك ويز. كنا قلنا واحنا بنتكلم ان شاء الله لما نيجي نعمل التصميم عاده هيبقى عندنا الران واي ليه ممر جانبي بنسميه التاكسي واي موازي ليه. عرض الجناح بيقول لي السيبريشن كليرنس ما بين السنتر لاين بتاع ده وبتاع ده قد ايه، لان ممكن يكون في طياره ماشيه على الران واي وفي نفس الوقت في طياره تانية ماشيه على التاكسي واي. فعروض الاجنحه بتاعه الطيارات بتحدد لي، طب انا احط الران واي والتاكسي واي دول على مسافات قد ايه من بعض. هما يبقوا متوازيين طبعا، فيبقوا على قد ايه مسافات من بعض، اسمها السيبريشن كليرنس. قال لك كمان بتحدد السايز اوف ابرنز اند هانجرز. حد كان سال المره اللي فاتت، طالما انا عندي كان في سؤال على الابرون اريا، انا مش فاكراه قوي دلوقتي، بس انا كنت وضحت لكم في اجابه السؤال ان الابرون اريا اللي هي الهولدنج ابرون بيكفي يا طيارتين يا اربع طيارات على حسب حجم المطار. فالطيارتين دول هيبقوا مستنيين جنب بعض، او الاربع طيارات دول هيبقوا مستنيين جنب بعض ومستنيين ان هم يخشوا على الران واي. فعروض الأجنحة بتحدد حجم الأبرنز دي عشان الطيارات تقدر تتحرك بحرية من غير ما يكون في مشاكل في الحركة ما بينهم وبين بعض. الهانجرز اللي هي أماكن الصيانة اللي هي حظيرة الطائرات، يعني حجمها بيتحدد بعروض الأجنحة. وقال لك حاجة كمان، الويتس اوف هانجر جيت، البوابة بتاعت الهانجر العرض بتاعها كام، بيتحدد على أساس عرض الجناح.
طب اللينث بيأثر في ايه؟ طول الطيارة. قال لك the length of aircraft decides the widening of taxiway on curves. بيحدد التوسعة على التاكسي واي في حالة المنحنيات. ازاي نخلي بالنا كده لما كل ما الطيارة ما تطول وتيجي تلف، فلو انا عندي الكيرف ما فيهوش توسعة، العجل بتاع الطيارة ممكن ينزل على ايه؟ على الارض اللي مش مرصوفة، فده ممكن يسبب دامج للطيارة. فساعتها المفروض ان احنا نشوف التوسعة تبقى اكبر عشان تكفي الطول الطويل بتاع الطيارة ده. كمان بيحدد اللينس، بيحدد الويتس اوف اكزيت تاكسي ويز، العرض بتاع التاكسي ويز اللي هي المخارج اللي هيخرج منها الطيارة على الرانواي. بيحدد the size of apron والهانجرز، لان في الاخر الابرون اريا دي الطيارة هتستنى فيه، فالطول كله لازم يكون accommodated جوه الابرونز وجوه الهانجرز، ينفع يكفيه يعني. الهايت، ارتفاع الطيارة. قالك the height of aircraft decides، بيحدد height of hangar gate، بيحدد ارتفاع البوابة بتاعة حظيرة الطائرات. and installations inside the hangar. هي ايه الانستليشنز دي؟ معرفش اذا كنتوا بتشوفوا ده في الافلام ولا لا، بس مثلا على سبيل المثال الناس لما بتيجي تشتغل في الطيارات، فالطياره بتدخل تقف جوه الهانجر، اوكي، وبعدين بعد كده بيجوا يقربوا منها بحاجات اوتوماتيكيه زي السلم الاوتوماتيكي كده عشان يصلح حاجه في المحرك مثلا، فدي اسمها انستليشنز. كل ما ارتفاع الطياره اتغير، فالحاجات اللي موجوده دي ارتفاعها هيتغير او تبقى هيدروليكيه بحيث ان هم يغيروا الارتفاع. فالانستليشنز دي جوه الهانجر بتتحدد عن طريق ارتفاع الطيارة. الحاجة الأخيرة الجير تريد والويل بيس، دول بيحددوا المينيمم تيرنينج ريديوس اللي هو أقل نصف قطر للدوران، وده هنتعلم مع بعض نعرفه النهاردة، اللي هو المينيمم تيرنينج ريديوس هنعرفه إزاي بقى. عشان نحدد نصف قطر التاكسي ويز والبوزيشن اوف ايركرافت ان لودنج ابرونز، هي بتمشي ازاي في اللودنج ابرونز والهانجرز، ونشوف الباث اوف موفمنت للطيارات، في حاجه اسمها الجيومتري بتاع التيرنينج موفمنت بتاعه الايركرافت. حركه الدوران بتاعه الطياره ليها جيومتري، ليها هندسه معينه، فاحنا عشان نعرف الهندسه دي هنحدد حاجة اسمها المينيمم تيرنينج ريديوس. عشان نحدده في كلام نظري مكتوب اهو، align the drone through the axis of the nose gear when it is at its maximum angle of rotation، وبعدين the point where this line intersects with another line drawn through the axis of the two main gears is called the center of rotation، with the center from the further wingtip from the center of rotation represents the minimum turning radius. طبعا الكلام الكتير ده مش هيبقى مفهوم بالنسبة لنا، لكن لما نبص على الرسمة هنفهم مع بعض أكتر، لأن احنا مهندسين وما بنفهمش بالرغي قد ما بنفهم بالرسومات. تمام؟ لو فرضنا ان ده بلان الطيارة بتاعتنا، الناس مركزة معايا؟ بس الصورة متأخرة شوية يا دكتور. انا معاك اهو لحد ما الصورة تظهر قدامكم. هي كده ظهر. طيب لو فرضنا ان ده بلان الطيارة بتاعتنا، تمام؟ الطيارة دي ليها سنتر لاين، سنتر لاين اهو من اول النوز، من اول بوز الطيارة لحد الديل، شايفينه؟ ايوه طبعا. ايوه ماشي. هو متاخر ولا انتوا صايمين جامد يعني؟ لسه احنا في اول الصيام. هو الصوره متاخره بس شويه. لا الصوت متاخر، انتوا بتتاخروا بدل ما بتردوا عليا. لا الصوت طبعا. طيب تمام. طيب احنا السنتر لاين اهو من اول النوز بتاعه الطياره لحد الديل، خلاص. وطبعا احنا عندنا متفقين ان احنا عندنا كذا مجموعه عجل، المجموعتين الرئيسيتين اللي هم عند الجناحين كده بنسميهم المين جيرز، وفي عندنا مجموعه سميناها النوز جير. تمام؟ طبعا اللي بيلف، اللي بيسوق فيكو عارف انه اللي بيلف في العربيه هو الاكس اللي قدام، يعني الدريكسيون لما بيلف ماشي، العجل اللي قدام بس هو اللي بيلف والعجل اللي ورا بيمشي وراه. تمام؟ نفس القصه في الطياره، هو اللي بيلف النوز جير، النوز جير هو اللي بيلف والعجل اللي ورا بيمشي ورا. تمام؟
فعند النوز جير كده اللي هو بيبقى تحت النوز على طول او تحت مقدمة الطائرة في النقطة بتاعة وجود النوز جير، هنرسم خط تاني بزاوية دوران. شايفين الزاوية دي؟ قال لك دي اقصى زاوية دوران للنوز جير. النوز جير ده اللي هو لما الطيار يلفه، ماشي، ليه زاوية دوران زي دريكسيون العربية كده. مش احنا لما بنقعد نلف في الدريكسيون بنلاقيه في الاخر يقف عند حتة معينة، مش هيفضل يلف على طول يعني. ايوه قولوا قولوا اي حاجه، احس ان انتوا تمام يا دكتور. خلاص، فهي القصه كده. انا هرسم سنتر لاين الطياره، هرسم من عند النوز جير خط بيميل بزاويه تساوي اقصى زاويه دوران الطياره تقدر تلف فيه، ماشي. الخط المايل ده هو الخط اللي احنا بنقول عليه اللي هو باقصى زاويه دوران جاي من النوز جير. في نفس الوقت احنا عندنا في خط اهوت عمودي على سنتر لاين الطياره ما بين التو من جير، ما بين مجموعتين العجل الرئيسيتين، بيمر في سنتر لاين مجموعتين العجل الرئيسيتين وبيبقى عمودي على سنتر لاين الطائره. الخط المايل اللي هو باقصى زاويه دوران اللي جاي من نوز جير ده بيتقاطع مع الخط العمودي على سنتر لاين الطياره اللي هو بيمر في التو من جيرز في نقطه. شايفين النقطه دي؟ ايوه دكتور. النقطه دي هي مركز، هي مركز الدوران، تمام. طب اجيب نصف قطر الدوران ازاي بقى؟ انا عرفت مركز الدوران اهو، اروح لطرف الجناح البعيد، طرف الجناح البعيد مش القريب، يعني ما اروحش عن طرف الجناح ده واركز بالبرجل، لا. انا ادي نصف قطر مركز الدوران ونصف قطر الدوران بنجيبه لما نروح عند طرف الجناح البعيد، ادي طرف الجناح البعيد. خلاص، لما نرسم بالبرجل كده دايره دي تديني نصف قطر الدوران اللي هو المينيمم تيرنينج ريديوس. لحد كده العمليه دي سهله واضحه؟ استنى بس، هو ده اللي مكتوب ورا، نرجع تاني نقراه بعد ما فهمنا، ماشي. بيقول لك ايه؟ to determine the minimum turning radius a line is drawn through the axis of the nose gear when it is at its maximum angle of rotation. خط المايل، قال لك نرسم خط في سنتر لاين النوز جير في الاكسس بتاعت النوز جير لما تكون عند اقصى زاويه دوران. هو ده الخط المايل اللي احنا رسمناه. الخط ده بيقول لك the point where this line intersects with another line drawn through the axis of the two main gears is called the center of rotation. الخط ده المايل اللي انت رسمته باقصى زاويه دوران ده هيتقاطع مع خط تاني بيمر فيه الاكسس بتاع التو مين جيرز اللي هو الخط العمودي على سنتر لاين الطياره. بيتقاطع معاه فين؟ في نقطه اسمها سنتر اوف روتيشن او مركز الدوران. قال لك ذا ديستانس فروم فارذر وينج تاب من طرف الجناح البعيد تو ذا سنتر اوف روتيشن، تو مش فروم، تو ذا سنتر اوف روتيشن ريبريزنتس ذا مينيمم تيرنينج ريديوس. المسافه من في طرف الجناح البعيد لنقطه السنتر اوف روتيشن دي او مركز الدوران هي المينيمم تيرنينج ريديوس. شفناه هنا، بصوا كده مرسوم هنا تاني اهو، ماشي، بنفس الطريقه، وبرده بيحط ده المركز ويبعد عن طرف الجناح البعيد عشان يرسم المينيمم تيرنينج ريديوس. طب نخلي بالنا كده بقى، هنا بيديك النوز الباث بتاع النوز جير، لما تيجي تلف هي هتلف بنفس الطريقه دي وده الباث بتاعها المسار بتاعها. في طريقة تانية عشان خاطر نجيب الـ نصف قطر الدوران، احنا الطريقة اللي احنا اتعلمناها حالا مع بعض دي اسمها الجرافيكال ميثود، طريقة الرسم. في طريقة تانية اسمها الاناليتيكال ميثود وهي بالمعادلة اللي قدامكم. قال لك الـ R 180 turn اللي هي نصف قطر الـ minimum turning radius، يعني قال لك بتساوي B في tan 90 ناقص بيتا، ما بين قوسين يعني تان 90 ناقص بيتا على بعضها زائد تي على الاثنين. هي ايه بقى البي والبيتا والتي؟ قال لك البي، قال لك الويل بيز اوف ان اير كرافت. الويل بيز، حد فاكر الويل بيز اللي اتعرفنا عليه من شويه كان ايه؟ المسافه ما بين ايه العجل الرئيسي والعجل اللي تحت النوز جير تقريبا. برافو، المسافه ما بين السنتر لاين من اكس النوز جير، من السنتر بتاع النوز جير لحد السنتر بتاع التو مين جيرز، ده هو الويل بيز. التي قال لك الويل تراك اوف ذا اير كرافت،
حد برضو فاكر الويل تراك او الويل تريد كان ايه؟ لا انا مش فاكر. الويل تراك او الويل تريد هي المسافه ما بين التو مين جيرز نفسهم، من سنتر لاين المجموعه الاولى لسنتر لاين المجموعه الثانيه، ماشي؟ البيتا هي الماكسيمم ستيرنج انجل، ستيرنج اللي هو الدوران اللي يلف دريكسيون العربيه، يلف دريكسيون الطياره، الستيرنج اللي هو يلف. فالماكسيمم ستيرنج انجل اللي هي انا اقصى زاويه دوران للطياره. يبقى اتفضل. الويل تراك ده اللي هو المسافه الراسيه اللي قدام الشاشه دي ما بين العجلتين. ما بين العجلتين، بص كده اشاور لك عليها، من سنتر لاين المجموعه دي، من اكس المجموعه دي لحد اكس المجموعه دي، ده اسمه الويل تراك او الويل تريد. تمام ماشي. طيب الصور اللي موجوده كلها هنا بتوضح المينيمم تيرنينج ريديوس، وبعدين بيجيب لك بقى ايه كل حاجه من الحاجات دي لو لفت هتلف في مسار شكله ايه. هنا بيوريك المينيمم تيرنينج ريديوس احنا ليه محتاجينه. احنا محتاجين المينيمم تيرنينج ريديوس عشان لما نيجي نصمم حته زي دي الطياره بتخرج فيها من الران واي اللي هو الممر الرئيسي او المهبط او المدرج للاكزيت تاكسي واي، نبقى عارفين حركه الدوران بتاعتها عشان نقدر نصمم المنطقه دي ونحسب الابعاد بتاعتها. ماشي لحد كده في حاجه صعبه؟ لا تمام يا دكتور. طيب كنا قلنا كمان ان احنا عايزين نعرف السرعة بتاعت الطيارة، نعرف الساعة بتاعت الطيارة، كل دي حاجات تهمنا كديزاينرز. فقال لك الـ speed of aircraft can be defined in two ways، حاجة اسمها cruising speed أو ground speed، وحاجة تانية اسمها air speed. عايزين نعرف بس الفرق بينهم الأول. قال لك الـ cruising speed، قال لك is the speed of aircraft with respect to the ground when the aircraft is flying in the air and at its maximum speed. الكروزنج سبيد السرعة الملاحية للطيارة يعني، أو الجراوند سبيد قال لك سرعة الطيارة وهي ماشية في الهواء بالنسبة للأرض. ماشي، سرعة الطيارة وهي طايرة في الهواء بالنسبة للأرض. الاير سبيد قال لك is the speed of aircraft relative to wind، سرعة الطيارة وهي طايرة في الهواء بس بالعلاقة للرياح اللي حواليها أو بالنسبة للرياح اللي حواليها. ماشي، فعلى سبيل المثال يعني قال لك thus، يعني لو أنا عندي طيارة الرياح سرعتها 500 كيلومتر بر اور مثلا، و there is a headwind. headwind يقصد بيها الرياح في نفس اتجاهها، ماشي، 50 كيلو بر اور، فقال لك ساعتها الاير سبيد هتبقى 450 كيلو بر اور. طب ممكن اسال سؤال، لو احنا عندنا الطياره برضو سرعتها 500 كيلو بر اور، كيلومتر بر اور، وسرعه الرياح عكس سرعه الطياره وسرعتها 50، يبقى الاير سبيد بكام؟ 550. برافو شاطرين يا دكتور. مش الهيدويند اللي هو الرياح عكس اتجاه الطياره؟ لا، هيدويند يعني في نفس الاتجاه، اصله السرعه في الاخر بقت 450 يعني اللي هي قلت يعني. اه طيب، يبقى لو الرياح عكس الاتجاه سرعه الطياره هتقل. لا خلينا نشرحها لك تاني. خدتوا نظريه النسبيه؟ ايوه، اللي هي لو في عربيتين في نفس الاتجاه. ايوه عارفين لما بنبقى في محطه القطر، اسمعوني، عارفين لما بنبقى في محطه القطر ومش باصين على الرصيف، باصين على القطر اللي جنبنا، ماشي، يعني كان الهواء، كان سرعه الهواء دي كانها عربيه ماشيه واحد قاعد فيها بيبص على سرعه الطياره يعني. بالظبط كده. الحاجه الثابته ما فيهاش نسبيه، الحاجة الثابتة اللي هو الرصيف، احنا لما بنبص للرصيف بنعرف احنا ساعات كتير واحنا قاعدين في القطر وبنبص على القطر اللي جنبنا نلاقي القطر اللي جنبنا بيتحرك، يتهيأ لنا ان احنا اللي بنتحرك، صح؟ صح. لكن لو بصينا على الرصيف بنعرف اذا كنا بنتحرك ولا لا. ايوه، هي نفس القصة. الجراوند سبيد السرعة بالنسبة للايه؟ للأرض.
فخلاص السرعة بالنسبة للأرض دي حاجة ثابتة. بالنسبة للأرض، ما هو برضو يعني الأرض بتدور برضو، فممكن صباح الفل. سرعة دوران الأرض كمقياس مش ناخدها قوي بالنسبة لسرعة حركة الطائرة، لأن قليلة قوي يعني، يعني بتهمل. الطائرات بتحرك بسرعة كبيرة جدا جدا بالنسبة لموضوع دوران الأرض ده. تمام ماشي، تمام انت بتحس بده في وقت الطيران طبعا، لما بيكون، بس دي بسبب فروق التوقيت مش بسبب دوران الارض، معلش. لا، هي نسبيا هي حاجه بطيئه قوي بالنسبه لي سرعه الطيارات، فما بتتاخدش. خلينا تاني نرجع لمثال القطر. تمام. لو القطرين بقى، مش قطر بتاعي واقف والقطر التاني بيتحرك، فانا بيتهيألي ان القطر بتاعي بيتحرك، القطرين بيتحركوا ماشي، لكن واحد اسرع من التاني، احنا هنبقى حاسين بالسرعة دي لو احنا مش باصين للرصيف؟ إيه لا اكيد هبقى حاسس ان، خلينا نفترض ان إيه. القطر اللي انا راكب فيه بيتحرك بسرعة 80 كيلو. معلش يا ولاد هرد على التليفون ده النهارده اول يوم رمضان، ثانية واحدة ومش هعرب عليك. الو، ايوه خالو، صباح الخير. وحضرتك طيب؟ انا في محاضرة وهخلص واكلمك على طول عشان اقول لك كل سنة وانت طيب. صباح الخير. صباح الخير، حاضر يا حبيبي، صباح الخير، مع السلامة. فمثلا لو قلنا احنا في قطرين جنب بعض، وخلينا بس في السرعات البطيئة، لسه بيتحرك في البداية، واحد بيتحرك بسرعة 10 كيلو في الساعة، واحد بيتحرك بسرعة 15 كيلو في الساعة. اللي في القطر اللي بيسرع بيتحرك بسرعة 15 كيلو في الساعة، هيحس ان هو لو بص على القطر اللي جنبه هيحس ان هو بيتحرك بسرعة سرعة 5 كيلو. خمسة. هي نفس القصة، احنا هنا بنشوف سرعة الطيارة مقارنة بسرعة الرياح اللي حواليها. فلو الرياح اللي حواليها بتتحرك في نفس الاتجاه ماشي، هنحس ان سرعة الطيارة ابطأ. اوكي، تمام. طب هو برضو نحس وما نحسش، هو احنا ايه علاقة الاحساس بالقصة دي؟ لا، مفيش علاقة خالص، هي العلاقة بموضوع مقاومة الهواء ماشي، عشان احنا كديزاينرز برضو الموضوع ده بيهم. وهي فوق في الهواء اللي هو في عملية الطيران اللي هي بعد الإقلاع وقبل الهبوط، برضو الموضوع ده ما يخصناش احنا كمهندسين مدني في حاجة خالص. على فكرة احنا كمهندسين مدني يهمنا الرياح اللي حوالين الطيارة وسرعة الطيارة، الاير سبيد بتاعتها أثناء عملية الهبوط والإقلاع، لأنه زي ما هنتعلم مع بعض يمكن النهاردة أو المحاضرة الجاية، الرياح ليها دور في الإفشنسي بتاعت عملية الهبوط والإقلاع. يعني هو أكيد كله بيعتمد على محركات الطائرة، بس الرياح لما تبقى موجودة معانا، وده هنتعلمه في المحاضرتين اللي جايين، بتساعد في عملية الهبوط والإقلاع. بتساعد في عملية الهبوط والإقلاع إزاي؟ مثلا طبعا الطياره لما بتيجي تعمل عمليه اقلاع بتفضل ماشيه على الران واي وتبتدي تسرع سرعتها لحد ما توصل لسرعه معينه وتبتدي تترافع، صح؟ لو كانت القصه قصه محركات فقط بس والرياح ما لهاش دور، ما كانش يبقى الجناحين عراض بالشكل ده. هي الطياره بتمشي خلاص وتبتدي تسرع جدا جدا، وبعدين المحركات بترفعها، بس كمان الطياره، شكل الطياره بالشكل ده اللي بيخليها يبقى فيه زي ابليفت. عارفين الابليفت يعني ايه؟ ايوه يعني الرياح بترفعها الرياح لفوق تحت والوزن الجناح، بينزلها لتحت. مساحة الجناح عريضة جدا، الجناح عريض جدا ماشي، والمساحة بتاعت الجناح بالشكل ده، ولما يكون في مقاومة هواء عكس اتجاه الطيارة تمام، والهواء هو احنا بالنسبة لنا ما بنحسش بمقاومة الهواء لجسمنا لسبب بسيط، ان احنا عايشين في اماكن سرعة الرياح فيها بطيئة، احنا اجسامنا نفسها احجامها صغيرة بالظبط. وسرعتها قليلة، فما بنحسش بمقاومة الرياح خالص، صح؟ لكن لما بيكون في يوم عاصف، يوم فيه رياح والدنيا بيقولوا ويندي، مش انت ساعات الرفيعين فينا بنقعد نتريق عليهم ونقعد نقول لهم خلي بالك يا ابني للهواء يطيرك، ايوه صح ولا لا؟ صح. طيب على الأجسام الكبيرة اللي بتتحرك بسرعات عالية
مقاومه الرياح هتبقى كبيره جدا. فشكل شكل الطياره اللي الجناحين بتاعها عورات جدا كده بيخلي مقاومه الرياح تعمل لها زي ابليفت. هي المحركات هي اللي بترفعها، لكن وهي بتجري قوي قوي كده ومقاومه الرياح ليها شديده بتخلي الهواء اللي تحت الاجنحه يرفعها، يساعد مع المحركات في عمليه الاقلاع ورفعها لفوق. طب في الهبوط انا كده ماشي فهمت دور الرياح في ان هي بتساعد، والابليفت بتاع الرياح اللي بيبقى تحت الاجنحه بيساعد مع المحركات في رفعها لفوق. طب في الهبوط احنا قلنا ان احنا الرانواي بنبقى عايزين نمشي عليه مسافه على قد ما نقدر تكون قليله قدر الامكان، فبنبقى محتاجين ان الرياح تكون عكس حركه الطيران برضو. عشان ايه؟ عشان تبقى نوع من انواع المقاومه، مش اي مقاومه بتعمل ديسيليريشن، بتعمل تباطؤ. ايوه، فانا عايز الطياره تعمل تباطؤ بسرعه يعني تساعدني مع الاحتكاك ومع الحاجات. بنعمل ده بالفرامل وبنعمل ده بالاحتكاك، لكن انا عايز كمان مش الفرامل والاحتكاك بس، انا عايز كمان الرياح تخدم معايا. فده هنتعلمه في المحاضره اللي هنبتديها النهارده يعني، بس مش هنلحق نخلصها النهارده، بتاعه الويند روز، بتاعه الاورينتيشن بتاع الران واي، ان ازاي بنحدد اتجاه الران واي ونوجهه في اتجاه معين بحيث يكون عكس الرياح. فخلينا نعرف الاول موضوع السبيد بتاع الاير كرافت دوت، اللي هو الكروزنج سبيد والاير سبيد والفرق بينهم. فالكروزنج سبيد اتفقنا ان هي سرعه الطياره بالنسبه للارض، والاير سبيد سرعه الطياره بالنسبه للرياح المحيطه بيها. لو الرياح في نفس اتجاه الطياره بتبقى عشان نجيب الاير سبيد بنطرح السرعتين من بعض، لو الرياح عكس اتجاه الطياره فبنجمع السرعتين من بعض عشان نجيب الاير سبيد. تمام. طب الكاباستي، قال لك الاير كرافت كاباستي. الاير كرافت كاباستي عباره عن النمبر اوف باسنجرز باجج كارجو اند فيول ذات كان بي اكوموديت ان ذا اير كرافت ديبندز ابون ذا كاباستي of the aircraft. الركاب والشنط والحاجات اللي في الكارجو والفيول اللي ممكن نشيلها في طيارة معينة دي اسمها الكاباستي بتاعتها. وتهمنا ليه؟ لان الكاباستي بتاعت الايركرافت هتحدد بعد كده او هيبقى ليها تأثير مهم جدا على كاباستي بتاع الرانواي سيستم، وبالتالي الكاباستي بتاعت المطار كله. فقال لك the capacity of aircraft using an airport have an important effect on the capacity of runway systems. Runway system نقصد به مجموعة الرانوايز اللي موجودة، أو لو كان رانواي واحد يبقى على الرانواي اللي موجود في المطار. As well as that of the passenger terminal facilities. عايزين نعرف الساعة بتاعة المطار ده قد إيه عشان نعرف في الآخر الساعة المطلوبة للterminal facilities، للمبنى بتاع التيرمينال بيلدينج اللي هيبقى فيه ناس، يبقى فيه مساحات واماكن وفاسيلتيز تكفيهم. في بقى السلايد دي مهمه قوي، ويا ريت معلش يعني تعلموا الجدول ده ان شاء الله هتحفظوه يعني مع الوقت، لان كل محاضره هتلاقونا بنقوله. ماشي. ايه الجدول ده؟ فاكرين مش في الطرق في الاول علمناكوا حاجه اسمها الهايوي كلاسيفيكيشن؟ ايوه دكتور. كان ايه بقى الهايوي كلاسيفيكيشن ده؟ حد فاكر؟ اللي هو يعني كان اوربن ورولر الاول قلنا اوربن ورولر، وبعدين بعد كده قلنا ان ايه، ان في عندنا arterials وبعدين collectors وبعدين local. صح؟ صنفنا الطرق في اهميتها وسرعتها عشان خاطر ايه، وطبعا الساعه المروريه ليها. كل ده كان بيبقى ليه علاقه بالتصنيف، بس كنا الاول لازم نعرف تصنيف الطريق عشان نعرف نصممه. تفتكروا كنا ليه بنعرف تصميم الطريق عشان نصممه؟ لان احنا لاحظنا في الكورس بعد كده ان احنا لما كنا بنيجي ندخل في الجداول عشان نجيب اي معلومه خاصه بالطريق، نشوف مثلا عرض الحار كام، لازم نعرف هو الطريق ده اربن ولا رورال، ارتيريال ولا كولكتور ولا لوكال، مش كده؟ الميول. ايوه الميول الجانبيه، كل حاجه كنا بنجيبها من جداول، والجداول كان بيبقى فيها الطريق ده تجميعي ولا 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 شرياني ولا محلي. صح؟ نفس القصه هنا، احنا عندنا تصنيف للران واي. الران واي ده هو الطريق اللي احنا هنصممه، وهو اهم حاجه فيه المطار.
ماشي. فعايزين نعرف التصنيف بتاع الرانواي. الرانواي بيتصنف بحاجة اسمها الرانواي ريفرنس كود، ماشي. والكود ده بيبقى عبارة عن رقم وحرف، ففي ريفرنس نمبر وفي ريفرنس لتر، ماشي. فيقول لك ايه الحرف سوري النمبر، انا اسفه، الرقم بيبقى على اساس طول الرانواي. فقال لك اربع ارقام بس، 1 و2 و3 و4. فالريفرنس لتر اللي هو بيسموه موجود فوق كده كلمه كود اليمنت واحد اللي هو ريفرنس الريفرنس نمبر او الكود نمبر، قال لك 1 و2 و3 و4. وقال لك واحد ده طول الرانواي اللي طوله اقل من 800 متر، والرقم 2 اللي طوله اكبر من او يساوي، بيقول لك 800 up to، ماشي، اكبر من او يساوي مش 800. يساوي بقى دكتور، ده هو not including، يعني هو مش ضامن يعني مش واخد معانا ال 1200 متر. ايوه بس واخد ال 800، انا لسه بتكلم في ال 800، ما تهدأ. اصلا بتقول ايه اكبر من او يساوي حاجه زي كده؟ ايوه اكبر من او يساوي 800، لان ال 800 معايا. بص بص يا اسمك ايه؟ عبد العزيز، معلش. بص يا عبد العزيز، صباح الخير، احنا كلنا صايمين عادي. مش مشكله. بص اول حاجه خالص، رقم واحد less than اقل من 800، ف 800 مش معانا خلاص. ندخل على رقم 2، 800 up to، 800 up to يعني 800 معانا، ما هي 800 دي لازم تروح في حته يعني، مش هتتلف في الشارع. خلاص 800 up to يعني اكبر من او يساوي 800، خلاص. up to كام؟ 1200. بس هو قال لك but not including، يبقى اكبر من او يساوي 800 لكن اقل من 1200. 1200 مش معانا في رقم 2، تمام. ندخل على 3، ال 1200 برضو دي لها اهل يعني لازم تكون معانا، ماشي. فقال لك 1200 معانا اهي، يبقى اكبر من او يساوي 1200 up to لحد 1800 بس not including 1800، يبقى اكبر من او يساوي 1200 واقل من 1800. 1800 مش موجوده في رقم 3، 1800 موجوده فين بقى؟ في رقم 4. 1800 and over يعني اكبر من او يساوي، يعني 800 مع 1800 معانا في رقم 4. يبقى تاني يا شباب، اقل من 800 رقم 1، اكبر من او يساوي 800 واقل من 1200 رقم 2، اكبر من او يساوي 1200 واقل من 1800 رقم 3، اكبر من او يساوي 1800 يبقى رقم ايه؟ 4. مفهومه؟ مش بالنسبه لعبد العزيز بس، بالنسبه لبقيه الناس اللي ناموا. مفهومه، تمام تمام. قول يا ابني اللي عايز يسال. يو مين اللي عايز يسأل؟ هو مش بيسأل، هو تقريبا بيقول مفهوم. طب تمام، انا افتكرته بيسأل. طيب كده عرفنا الكود اليمنت واحد اللي هو الكود نمبر 1 و2 و3 و4 بيتصنفوا ازاي، الرانواي بيتصنف ازاي. طيب نبص بقى على الكود اليمنت رقم 2 اللي هو بنسميه الكود لتر، حرف. الاولانيين كانوا اربع ارقام، عندنا هنا ست حروف A و B و C و D و E و F، ماشي. الكود لتر بيعتمد على حجم الطيار اللي هتستخدم المطار، اكبر طياره تستخدم المطار، تمام. حاجتين، حاجه الاولانيه الوينج سبان، احنا عارفين ايه هو الوينج سبان ولا لا؟ اللي هو عرض الجناح، تمام. في حاجه تانية هي اسمها الاوتر من جير ويل سبان، اوتر من جير ويل سبان. يعني ايه بقى اوتر من جير ويل سبان دي؟ مش احنا لما كنا بنقول الويل تراك، كنا بنقول الويل تراك ده المسافه ما بين مجموعتين العجل الرئيسيتين، ماشي، بس من السنتر لاين للسنتر لاين، صح؟ ايوه تمام. احنا هنا مش عايزين من السنتر لاين للسنتر لاين، عايزين من بره لبره. لا اسمع، الاوتر مين جير ويل سبان من بره، هم برضو مجموعتين العجل الرئيسيتين بس من بره لبره، يعني من نهايه العجل هنا وهنا، من بره من الخارجي هنا للخارجي هنا.
يعني بتساوي ايه؟ لو قلنا الوير تراك معانا اللي هو من السنتر لاين للسنتر لاين ماشي، لو زودنا عليها نص عرض مجموعة العجل من الناحية دي ونص عرض مجموعة العجل من الناحية دي، يبقى احنا جبنا الاوتر مين جير ويل سبان. طيب اقول لكم على حاجة لطيفة، احنا قلنا احنا مهندسين والمهندسين دايما ما بفهموش غير بايه؟ بالرسم. بالرسم تمام. فهنرجع كده في السلايدز لأي حاجة يكون واضح فيها الـ اللي هو الباقي بتاع العجلات يعني يا دكتور. بص. أيوة. بصوا كده يا شباب، شايفين انتوا السلايد دي صح؟ ايوه. خلينا كده الويل تريد او بنسميه الويل تراك من السنتر لاين هنا للسنتر لاين هنا صح؟ تمام. الاوتر مين جيل ويل سبان من الخارج هنا من بره هنا حرف العجلة الخارجي للخارج هنا حرف العجلة الخارجي. تمام. كده واضحة؟ ده اسمه الاوتر. شامل معانا الويل تراك كمان؟ ايه؟ الويل تراك معانا طبعا، ما هو المسافة من الخارج للخارج. يبقى الويل تراك. ايوه. عشان كده اقول هو شامل معانا الويل تراك يعني كمان؟ اي الويل تراك اصلا في النص من السنتر لاين للسنتر لاين ماشي؟ اهو. وانا هاخد من الخارج للخارج، يعني هو مجموعه بيساوي الويل تراك زائد نص عرض مجموعة العجل اليمين زائد نص عرض مجموعة العجل اللي على الشمال، يعني بيساوي الويل تراك زائد عرض مجموعة العجل. تمام. كنت فاهم اللي هو النصين بس مجموعة النصين. طيب كده واضح؟ نرجع بقى تاني الاوتر مين جير ويل سبان. عندنا حاجتين الوينج سبان والاوتر مين جير ويل سبان. خلاص؟ فقال لك الحرف ايه الوينج سبان up to but not including 15. ها عبد العزيز ده يعني كام؟ ماشي up to but not including 15، يعني ال 15 مش معايا، يعني اللي هو يعني اللي هو اقل من 15. برافو. ماشي اقل من الوينج سبان اقل من 15 والاوتر مين جير ويل سبان اقل من 4.5. تمام. بي 15 up to but not including 24 اكبر من او يساوي 15 واقل من 24 ده الوينج سبان، والاوتر مين جير ويل سبان اكبر من او يساوي 4.5 لحد 6. خلاص اكبر من او يساوي 4.5 واقل من 6، 6 مش معانا. تمام. السي اكبر من او يساوي 24 واقل من 36، والاوتر مين جير ويل سبان اكبر من او يساوي 6 واقل من 9. الدي اكبر من او يساوي 36 واقل من 52 ده الوينج سبان، الاوتر مين جير ويل سبان اكبر من او يساوي 9 واقل من 14، والاي اكبر من او يساوي 52 واقل من 65، والاوتر مين جير ويل سبان اكبر من او يساوي 9 واقل من 14. اخر حاجه خالص الاف دي اكبر طياره، قال لك اكبر من او يساوي 65 العرض الجناح او اقل من 80، والاوتر مين جير ويل سبان اكبر من او يساوي 14 من واقل من 16 متر. اللي بعد كده بيبقى ليه تصميمات خاصه بقى يا شباب، يعني دي طيارات، دي اكتر حاجه موجوده في الطيارات وفي تصنيف الطيارات حاليا. ماشي. الجدول ده مهم جدا وهنستخدمه كتير. اوكي. المطار مجموعه الران وايز اللي فيه بيبقى ليه تصنيف، يعني لما يجي نصمم المطار زي ما قلنا كده ريفرنس لاتر وريفرنس نمبر، فيبقى عندي مثلا اقول المطار ده 3C. 3C يبقى احنا بنتكلم على انه طول الران واي فيه اكبر من او يساوي 1200 لحد 1800 متر، والطيارات اللي هيستخدمها الوينج سبان بتاعها اكبر من او يساوي 24 لحد 36، والاوتر مين جير ويل سبان اكبر من او يساوي 6 اقل من 9. طب بيهمني في ده في ايه؟ لان انا في الاخر بروح اخش في الجداول لما باجي اعمل التصميم اشوف بقى طب عرض الران واي كام؟ ماشي. طب الميول الجانبيه بتاعه الران واي كام؟ طب التاكسي واي لما اجي اشوف في التصميم بتاعه العرض بتاع التاكسي واي كام؟ الميول الجانبيه بتاعته كام؟ الميول الطوليه بتاعته كام؟ فلازم اكون عارف التصنيف الاول لان ده بعد كده بستخدمه في التصميم.
لحد كده الدنيا سهلة؟ اه تمام يا دكتور. طيب ممكن نتكلم على الرانوي اورينتيشن، مش هنخلصه كله يعني، بس ايه يعني احنا محاضرتنا لحد الساعة 1:25 دقيقة، لسه عندنا 27 دقيقة. انا لسه بحاول اتعود على المواعيد الجديدة بتاعت رمضان دي. ماشي. طب يا دكتور في الموضوع بتاع الرون واي والتاكس واي، هو مش ممكن يكون اللي سايق الطياره مجنح شويه لجوه او كده يبقى باظ المسافات اللي انا عاملها؟ مجنح شويه يعني تقصد مايل عن السنتر لاين في حته يعني؟ ايوه، ممكن يكون اللي جاي برضو في التاكس واي الطياره برضو مجنحه شويه كده، يبقى كده المسافه اللي انا عاملها للخلوص قلت قوي يعني، ممكن زي يكون قبعه الشكل اللي موجود في الصوره دي تحت كده. مثلا. اه بص، هو الكلام ده ممكن يحصل وقت ما الطيارات زي ما الشكل اللي قدامنا كده راكنه وبنتفرج عليها وبنصورها ومش عارف ايه، وطبعا احنا للاسف شفنا المنظر ده كتير ايام كورونا في الاول لما كان الطيران مقفول. لكن لا، صعب انه يحصل الحكايه دي، لانه الموضوع ده الناس اللي بيبقوا طيارين اولا بيتم تدريبهم، وبيتم تدريبهم على سيميوليشن، وبعدين بعد كده بينزلوا تدريبات لحد ما يعملوا ده. لكن ما فيش حد هيخلوه يسوق طياره فيها بني ادمين، طيران مدني بالذات على فكره فيها بني ادمين وهو مسؤول عن سلامتهم، الا لما يكون بروفيشنال. الحاله اللي انت بتتكلم عنها دي حالات الهبوط الاضطراري، اللي هي بيبقى عنده مشكله ما في الطياره، والحالات الهبوط الاضطراري دي بتبقى حالات الطوارئ، اللي هي بيبقى متخذ فيها بقى كل الاجراءات القصوى، اللي هو في اسعاف في المطار، وفي مش عارف ايه، وفي مش عارف ايه، ومبلغ طبعا المطار قبل ما يعمل عمليه الهبوط الاضطراري دي. لكن الحالات العاديه لا، ما بيحصلش فيها كده، ومش مفروض يحصل فيها كده. ماشي، خلينا نبص على المحاضرة بتاعت الرانواي اورينتيشن. هو المحاضرة بدأناها بنفس السلايد اللي انتوا شفتوها من شوية، فاحنا مش هنتكلم عنها تاني، لكن بنقول لكم ان هي حاجة مهمة جدا. كلمة رانواي اورينتيشن يعني تحديد اتجاه الرانواي، اورينتيشن يعني هحطه في انهي اتجاه، خلاص. فقال لك رانواي is usually oriented in the direction of prevailing winds. كلمة prevailing wind direction اللي هو اتجاه الرياح السائد. يعني ايه اتجاه الرياح السائد؟ اي منطقة في الدنيا، طبعا احنا بنختار موقع المطار، وهقول لكم في البلاننج احنا بنختار موقع المطار ازاي، بناء على حاجات كتيرة جدا، منها الكلايماتيك كونديشن، منها الرياح، تمام. بس اي مكان في الدنيا، مش النهاردة الهواء في اتجاه ده، بكرة الهواء في اتجاه تاني، صح ولا لا؟ مش بالضرورة يعني اتجاه الرياح يكون ثابت طول الوقت. ايه رأيكم؟ ايوه مظبوط. ايوه تمام. طب هي الفكرة بقى، انا هعرف اتجاه الرياح السائد ازاي؟ احنا بنجيب الداتا بتاعت الرياح لمدة 10 سنين. 10 سنين بنبقى عارفين، طبعا ده عن طريق الارصاد، لان انتوا عارفين دلوقتي الارصاد بترصد كل حاجة، يعني درجة الحرارة العظمى والقصوى، وعلى مدار اليوم. أي واحد فيكم دلوقتي عنده داتا كبيرة جدا على تليفونه، لو مسك التليفون هيقدر يعرف درجة الحرارة على مدار الساعة، صح ولا لأ؟ كل ساعة من ال 24 ساعة تقدر تعرف درجة الحرارة على مدار الساعة، تقدر تعرف اتجاه الرياح، تقدر تعرف سرعة الرياح، صح ولا لأ؟ تقدر تعرف الـ probability of rain، هيحصل مطر ولا لأ، وبيديك نسبة إمكانية حدوث المطر، كل ده موجود معك على التليفون. فهي كل الداتا دي برضو متسجلة. فاحنا لما بنيجي نختار موقع معين لأنه يتعمل فيه مطار، فاحنا بنجيب الداتا الخاصة بالرياح على مدار العشر سنين الفائتة، تمام. يستحسن طبعا يكونوا 10 سنين، لو مش متوفر عندنا 10 سنين بنجيب الداتا الخاصة بالرياح على مدار ال5 سنين اتليست اللي فاتوا، تمام. فبنبقى عارفين الرياح بتهب في الاتجاهات، طبعا الرياح بتهب في كل الاتجاهات، بس بنقدر نرسم حاجة اسمها الويند روز، هنتعلم نرسمها مع بعض عشان نقدر نعرف منها اتجاه الرياح السائد. احنا بنعمل الكلام ده ليه؟ عشان حاجتين. اول حاجة، في حاجة اسمها الكروس ويند كومبوننت اند ويند كفرج. الكروس ويند كومبوننت، لو انا عندي ده شكل
الطيارة ماشي وهي طايرة في الهواء، واتجاه الرياح مش في نفس اتجاهها، اتجاه الرياح مايل عليها. لو اتجاه الرياح مايل على سنتر لاين الطيارة، فاحنا عندنا مركبتين، مركبة اللي بالمنقط دي في عكس اتجاه الطيارة. خلاص انا اتفقت معاكم من شوية صغيرين ان احنا عايزين المركبة اللي عكس اتجاه الطيارة دي، لانها هتساعدني كويس في عملية الهبوط والاقلاع من المطار، صح؟ لكن في مركبة اهي هتبقى عمودية على اتجاه الطيارة او على سنتر لاين الطيارة، دي بنسميها الكروس ويند كومبوننت. كروس ويند كومبوننت المركبة العمودية على اتجاه او على سنتر لاين الطائرة. ايه مشكلة الكروس ويند كومبوننت؟ ان هي لو كبيرة قوي وعمودية على اتجاه على سنتر لاين الطيارة زي ما قلنا، ممكن تأثر على السيفتي بتاعت عملية الاقلاع والهبوط. فبيقول لك الكروس ويند كومبوننت ان ذا نورمال كومبوننت of the أو perpendicular component of the wind is called crosswind component. ومشكلتها and may interrupt safe landing and take off. فأنا بحاول قدر الإمكان إن أنا أعرف اتجاه الرياح السائد إيه، وبدل ما يبقى في عندنا مركبة مايلة كده على الطيارة، لا أنا أروح حاطط الرنوي أصلا في اتجاه الرياح السائد، عشان ما يبقاش عندنا crosswind component دي، أو تكون crosswind component أقل ما يمكن. ماشي. بنعمل الكلام ده ازاي؟ بنرسم حاجة اسمها الويند روز. قال لك ان انت الويند رود، الويند داتا بتاعتك، الدايركشن والديوريشن والانتنسيتي، بنعمل بنمثلهم ريبريزنتد جرافيكلي، بنرسمهم على رسمة. الويند روز ده بيترسم عن طريق الداتا اللي كولكتد فور ات ليست 5 ييرز، ويفضل ان هم يكونوا 20 ييرز اوف ويند داتا. خلينا برضو نبعد عن الكلام، هنرجع للكلام تاني ونقراه مع بعض، بس هنقراه بعد ما نكون فهمناه عن طريق الرسم. الأول الداتا لما بتجيلي بتجيلي بشكل جدول كده، عندنا اتجاهات ال ال انتوا عارفين الاتجاهات الرئيسية صح ولا لا؟ ايوه، الشمال والجنوب والشرق والغرب. اوكي تمام. في اتجاهات فرعية حد فاكرها خدناها في المدرسة؟ أكيد، شمال شرق شمال غرب جنوب شرق وغرب. برافو عليكم. في عندنا شمال وجنوب وشرق وغرب، وفي عندنا شمال شرقي وشمال غربي وجنوب شرقي وجنوب غربي. تمام. احنا الحقيقة عشان نطلع الويند روز بشكل كويس ومظبوط، مش بنكتفي دول كده 8 اتجاهات صح؟ 4 رئيسي و4 ايه فرعي. احنا مش بنكتفي بدول، احنا بنزود عليهم كمان 8 اتجاهات، فبيبقوا 16 اتجاه. يعني على سبيل المثال مثلا الاتجاه ما بين الشمال والشمال الشرقي بنسميه شمال شمال شرقي. تاني كده، ما بين الشمال الشرقي والشمال، او ما بين الشمال والشمال الشرقي بنسميه شمال شمال شرقي. خلاص. الاتجاه ما بين الشمال الشرقي والشرق بنسميه شرق شمال شرقي. حد فاهم حاجة؟ ايوه ايوه يا دكتور، بس محتاجة بس تظبط شوية. هتظبط دلوقتي في دماغك وهنشوفها على الرسمة بنفسنا. فهنبص في الاتجاهات دي هنلاقي عندنا 16 اتجاه. تمام؟ عندنا الرياح بتمر بسرعة معينة. خلاص؟ فلو قسنا سرعة الرياح كل يوم وجبنا المتوسط على مدار 5 سنين ماشي، فالسرعة دي بقى بتتراوح ما بين أرقام صح ولا لا؟ أنا بعمل رينجز للأرقام دي ماشي، يعني بقسم الأرقام اللي عندي من 6.4 ل 25 كيلومتر بير أور، اللي هم 4 ل 15 ميل بير أور، ده رينج، ده أول رينج. خلاص. وبعدين من 25 ل 40 كيلومتر بير اور، ده رينج. وبعدين من 40 ل 60 كيلومتر بير اور، ده رينج. الارقام اللي موجوده هنا جوه هي نسبه عدد ايام السنه، نسبه مئويه على فكره، نسبه عدد ايام السنه اللي الرياح مثلا بتمر، يعني 7.4 دي بتمثل عدد ايام السنه اللي الرياح فيها بتهب بسرعه تتراوح ما بين 6.4 ل 25 كيلومتر بير اور في اتجاه الشمال. هتفهم حاجة؟
ايوه يا دكتور. بص هقول لكم على حاجه لطيفه، انا عندي النهارده في السبوت دي اللي هي موقع المطار، الموقع المحتمل للمطار يعني، الرياح بتمر بسرعه 8 كيلو في الساعه، ماشي؟ بكره 50 كيلو في الساعه، تمام؟ بعده 22 كيلو في الساعه، تمام؟ فانا لو فضلت ان انا اجيب كل يوم لوحده مش هينفع، فانا بجمع كل الايام واجيب متوسط، تمام؟ فبيبقى عندي عشان امثل الداتا دي، فانا همثل كل يوم لوحده ب 365 يوم. الحقيقه الموضوع ده صعب، انا مش هوصل منه النتيجه كده، انا عايزه اجمع الحاجات دي بصوره اكيوميليتيف تديني استنتاج اقدر منه اعمل تصميم. فاحنا هنعمل ايه؟ هنعمل السرعات رينجز، مش رقم منفرد، هنعملها رينج. فقسمناها 3 رينجز، من 6.4 من 10 ل 25 كيلومتر بر اور، من 25 ل 40 كيلومتر بر اور، من 40 ل 60 كيلومتر بر اور، تمام؟ وبعدين جينا على ايام السنه، برضو انا مش هستخدم 365 يوم، انا هجمعهم واوصلهم لنسبه مئويه. نسبه مئويه دي من عدد ايام السنه بقى اللي هم 365، بحيث ان الجدول ده لما اجي اراجع فيه اقدر ان انا ايه اجمع، يبقى الارقام كلها المفروض عددها يساوي 100، ماشي؟ وفي الاتجاهات بقى المختلفه، يعني عندي اتجاه الشمال، اتجاه الشمال الشمال الشرقي، اتجاه الشمال الشرقي وهكذا. طب الكلام ده برضو عشان انا ارسمه في ويندروز، الويندروز هيطلع شكلها كده يا جماعه. ده اتجاه الشمال، قصاده تحت اتجاه الجنوب، ده اتجاه الشمال الشرقي عارفينه احنا، قصاده الجنوب الغربي زي ما احنا عارفينه وتعلمنا في المدرسه، ماشي؟ ده اتجاه الشرق، قصاده اتجاه الغرب، وادي اتجاه الجنوب الشرقي قصاده الشمال الغربي، مش دول اللي احنا عارفينهم؟ عندنا هنا حاجة اسمها شمال شمال شرقي، ما بين الشمال والشمال الشرقي، عندنا هنا حاجة اسمها شرق شمال شرقي، ما بين الشرق والشمال الشرقي، عندنا هنا حاجة اسمها جنوب، عايز اقراها ESE، شرق جنوب شرقي، اوكي؟ عندنا هنا حاجة اسمها جنوب جنوب شرقي، الحاجة اللي هي أقرب ليها ما بين الاتجاهين اللي هم الاتجاهين، هي ما بين اتجاهين. طيب أنا عشان أرسم الكلام ده، طبعا الأرقام اللي موجودة دي اللي هي نسبة عدد أيام السنة اللي الرياح فيها بتمر بسرعة معينة في اتجاه معين. طب احنا هنرسم دي ازاي؟ أقول لكم على حاجة لطيفة وبعدين هنرجع تاني للإيه؟ للكلام اللي مكتوب الكتير ده عشان نترجمه مع بعض. الاتجاهات الاربعه اللي قدامنا دول احنا عارفينهم صح وما عندناش مشكله فيهم خالص، صح؟ ايوه. طيب والاتجاهات الاربعه التانيين دول اللي هم طبعا الاتجاهات الاربعه الاولانيين هم الاتجاهات الرئيسيه، الشمال والجنوب والشرق والغرب. الاتجاهات الاربعه التانيين دول الاتجاهات الفرعيه، الشمال الشرقي والجنوب الغربي والشمال والجنوب الشرقي والشمال الغربي. الاربع اتجاهات الرئيسيه بيميلوا على بعض بزاويه 90 درجه، والتانيين زيهم بيميلوا على بعض بزاويه 90 درجه، ودول ودول الفرق بينهم 45 درجه. لحد كده في اي مشكله؟ لا تمام يا دكتور. تمام زي الفل كده. الزاويه ما بين الشمال والشمال الشرقي 45 درجه، في اتجاه موجود بين الاثنين، يبقى الزاويه هتكون كام اللي ما بين الاثنين دول؟ نص ال 45. برافو، 22 ونص، ماشي. بقى عندنا 16 اتجاه شمال، ده شمال شرقي اللي بينهم ان ان اي، ده ان وان اي ان ان اي، نورث نورث ايست، ايست نورث ايست، في عندنا هنا ايست ساوث ايست، هنا ساوث ساوث ايست. نقدر نعمل كل دول بالشكل دوت، في مشكله؟ لا تمام يا دكتور. كلام جميل. الرياح لما عطاها لي في الجدول اللي قدامنا عطاها لي برينجز، خلاص؟ هنرسم دوائر، الدوائر دي بتعبر عن سرعة الرياح بمقياس رسم، الدوائر دي بمقياس رسم، يعني ما برسمهاش أي كلام، برسمها بمقياس رسم، تمام؟ فقال لك على سبيل المثال من النص كده دي 6.4 من 10 لحد 25،
فهرسم بمقياس رسم الدايره اللي جوه نص قطرها 6.4 واللي بره 25. 25 ايه براحتك، ملي مثلا. اوكي، اللي بعدها من 25 ل 40، يبقى دي نص قطرها 25 ودي 40، اللي بعدها 60. الدايره الخارجيه خالص دي بدون مقياس رسم عشان الاسامي تتكتب جواها. لحد كده برضو في مشكله؟ لا لا كده تمام كده تمام. طيب انا عايز الرياح اللي بتمر في الاتجاه النورث، فانا النورث هنا رسمته بخط، ماشي. الخط ده انا مش هعرف اكتب عليه رقم، فهعمل ايه؟ عشان انا مش هنفع اكتب ارقام على خطوط، هخلي ده قطاع كده اسمه النورث، ماشي. فهخليه يبقى قطاع عن طريق ان انا هعمل، شايفين كده، مسحت الخط ورسمت مكانه قطاع. الزاوية كانت كام؟ آخر زاوية احنا رسمينها نص ال 45 ب 22 ونص، مش كده؟ بصوا يا شباب، النورث ده أنا عايز أحوله لقطاع، فهرسم خط في وسط هنا ما بين النورث والنورث إيست، وهرسم خط في وسط هنا ما بين النورث والنورث نورث ويست، ماشي. طب هي اوريدي الزاوية دي ب 22 ونص، عشان اجيب ده ويبقى قطاع هرسم زاويه 11 درجه وربع، واشيل بقى الخط المنقط اللي هو كان بيمثل النورث، فالنورث بقى متمثل بقطاع اهو اللي هو اتجاه، يعني خط هكتب فيه الرقم اللي انا عايزه. برضو الناس معايا لحد هنا ولا فصلت؟ معاك يا دكتور. تمام تمام زي الفل. هبتدي اكتب هنا الارقام اللي احنا لقيناها موجوده في الجدول. احنا متفقين ان سرعه، طبعا السرعات ما بنكتبش عليها اساميها، لان للاسف السرعات ارقام، فالارقام مش عايزينها تتلخبط مع الارقام اللي احنا هنكتبها دي، لكن الارقام بتاعه السرعات بنمثلها بمقياس الرسم. يعني على سبيل المثال الدايره دي قلنا نص قطرها 6.4 كيلومتر بر اور، الدايره دي نص قطرها 25 كيلومتر بر اور، دي 40، دي 60، وهكذا. فباجي بقى السرعة في عدد أيام السنة اللي كانت الرياح بتهب بسرعة 6.4 إلى 25 كيلومتر بر أور كانت في اتجاه الشمال 7.4. بنقل الأرقام دي وحطها جوه الدايرة بتاعتنا أو القطاع بتاعنا، وأعمل ده كله مع بقية الأرقام اللي عندنا اللي هي كانت موجودة في الجدول اللي هي دي. باخد الرقم ده في اتجاه الشمال بسرعة 6.4 ل 25، بكتبه ده في اتجاه الشمال من 25 ل 40، هتلاقوا فوق ال 7.4 في 2.7، فوق ال 2.7 في 2.10. اخد كل اتجاه كده وافرغ الارقام بتاعته عليه، فيبقى عندنا الشكل اللي قدامنا ده، ماشي. طيب انا عايز ايه؟ عايز البريفيلنج ويند دايركشن، اتجاه الرياح السائل. فاتجاه الرياح السائد ده هيبقى في أي اتجاه؟ اللي هيجمع لي 95% الأرقام اللي جوه الدوائر دي، الأرقام كلها مجموعها 100%، أنا عايز أجمع 95% ما بين خطين. في حاجة عندنا مركبة اسمها الكروس ويند كومبوننت، لسه كنا بنتكلم عنها من شوية، اللي هي قيمة الـ القيمة المسموحة للمركبة العمودية على الطيارة، مركبة الرياح العمودية على الطيارة، ودي الحقيقة قيمتها بتتغير. تفتكروا قيمتها ثابتة ولا بتتغير من طيارة لطيارة؟ أنا قلت خلاص أنا سايمة وبخرف زيكم. بتتغير ليه؟ هو ممكن تتغير عشان برضو سرعة الطيارة نفسها، وممكن عشان الظروف الجوية. لا، هو حاجة تالتة بين غير الاتنين دول، بس انا هعذركم عشان انتوا صايمين وانا ابتديت اخرف، فاكيد انتوا هتقرروا. اوزانها اي ابعاد واوزان الطيارة بتختلف برضو، حجم الطيارة. بصوا، هو صح زي ما انت بتقول، هو لما تكون طيارة كبيرة وتقيلة، ماشي، مش احنا بنقول، بنقعد نتريق على اصحابنا ونقول الرفيعين الرياح هتطيرك، صح ولا لا؟ ايوه. طيب لما تكون طياره صغيره
ماشي وعليها كروس ويند كومبوننت كبيرة، تأثر عليها أكتر ولا ما تكون طيارة كبيرة وتقيلة ومفروض تقيلة يعني الرياح لما تضربها جانبيا مش هتأثر عليها زي ما تأثر على الطيارة الصغيرة؟ فبالتالي كل طيارة ليها كروس ويند كومبوننت معين. تمام؟ أنا بشتغل في المطار على كروس ويند كومبوننت على حسب مجموعة الطائرات اللي هتستخدم المطار. بس هو شكل النوز بيأثر يا دكتور في العملية دي؟ يعني أنا مثلا متهيألي لو النوز ده بتاع الطيارة حد شوية هي مثلا الكروس ويند مش هتأثر عليه قد كده، بحيث إن هو هيوزع. لا يا عبد العزيز اسمع بس حبيبي، الكروس ويند كومبوننت دي قلنا عمودية على الطيارة على سنتر لاين الطيارة. الكروس اللي انت ايوه بتتكلم عليه النوز دي شكلها هيأثر امتى؟ لما تكون الرياح في وش الطيار، صح؟ انا اقصد على دي. لا، الكروس ويند كومبوننت قلنا عموديه على سنتر لاين الطياره، فهي مش جايه على بوز الطيار، هي جايه في الجنب. تمام، خليكم فاهمين الكروس ويند كومبوننت هي جايه في الجنب. تمام؟ طب هي قيمتها بتتغير طبعا لانواع الطيارات، ماشي؟ انا باخد قيمه طبعا متوسطه للمطار. تمام؟ طب باخدها بناء على ايه؟ مجموعه الطيارات اللي هتستخدم المطار. عشان كده فاكرين الجدول اللي انا من وريته لكم من شويه، قعدت اقول لكم لازم نعرف تصنيف المطار عشان خاطر بعد كده في التصميم كل حاجه هيبقى ليها علاقه بتصنيف المطار. تمام؟ فلازم اعرف المطار ده هو سي ولا دي ولا اي، لان سي ولا دي ولا اي ولا اف ولا اي ولا بي بتعتمد على انواع الطيارات اللي ايه اللي هتستخدمه. طب احنا جينا في الامتحان مثلا وطلب مننا نرسم ويندروز ومحدش قال لنا هو ايه تصنيف المطار عشان نقدر نشوف الكروس ويند كومبوننت، ناخد الكروس ويند كومبوننت بكام؟ هناخدها ب 15 ميل بر اور اللي هو 25 كيلومتر بر اور، ماشي؟ فلو قلنا مثلا على سبيل المثال ان في المثال اللي قدامنا ده احنا هنشتغل على 25 كيلومتر بر اور، فهنيجي كده نرسم خطين ماشي متوازيين، المسافه بينهم بتساوي ضعف الكروس ويند كومبوننت اللي هم هيمسوا الدايره دي. حد فاكر الدايره دي كان نصف قطرها كام؟ ها، نصف قطرها بمقياس الرسم 25 كيلومتر بر اور، صح؟ طب احط الخطين دول في انهي اتجاه عشان يديني في الاخر اجمع بين الخطين 95%؟ احطهم في انهي اتجاه يا شباب؟ اولاد طب ردوا قولوا مش عارفين. طب معلش تاني يا دكتور، معلش. بصوا انا عايز ارسم خطين متوازيين، الخطين دول البعد منهم يساوي ضعف الكروس ويند كومبوننت. انا هاخد الكروس ويند كومبوننت، اوكي؟ فاحنا قلنا الكروس ويند كومبوننت دي بتغير من مطار لمطار، لكن لو ما حدش قال لنا المطار ده تصنيفه ايه، فانا هشتغل على 25 كيلومتر بر اور اللي هي 15 ميل بر اور يعني. تمام؟ فانا عايز ارسم خطين، الخطين دول متوازيين طبعا عشان دول هيمثلوا في الاخر الاتجاه بتاع ارسم خطين كده، شايفين خطين لونهم اسود، برسم فيه سنتر لاين في النص اللي هو منقط ده، وعلى اليمين خط يبعد عنه مسافة الكروس ويند كومبوننت، وعلى الشمال خط يبعد عنه مسافة الكروس ويند كومبوننت، ماشي؟ واجمع القيم اللي في النص. طب انا برسم الخط ده في انهي اتجاه؟ احنا هنا مثلا على سبيل المثال رسمناه في اتجاه الشمال. تمام؟ برسم الخط ده في انهي اتجاه عشان اجمع في النص الارقام اللي في النص دي بين الخطين، المفروض ان هي تجمع لي 95%، ماشي؟ برسمه في انهي اتجاه؟ حد عارف؟ الاتجاه اللي فيه، ما هو في اتجاه الكروس ويند نفسه. لا انا مش عارف الكروس ويند فين، انا لسه مش عارف اتجاه الران واي فيه. حسب ايوه. حد تاني كان بيرد ممكن يقول لنا فكرته ايه؟ الاتجاه اللي فيه نسبه رياح بتهب يعني في الايام اكبر.
هعرفه ازاي؟ الاتجاه اللي فيه ارقام اكتر، كل ما الاقي ارقام كبيره، كل ما الاقي ارقام كبيره انا كده مثلا على سبيل المثال الدايره اللي في النص دي كلها معايا خلاص، الدايره اللي في النص دي اللي هي فيها الارقام الكبيره 7 و4 من 10 و5 و7 من 10 و9 و7 من دي كلها معايا، لكن الدايره اللي بعد كده في هنا ارقام كبيره اهي وفي هنا ارقام صغيره، فانا برسمه بحيث ان الارقام الكبيره تبقى جواه عشان انا عايزه اجمع الارقام يعني الكبيره دي تديني بقى ال 95%، ببعد عن الارقام الصغيره. طب فرضنا ان انا رسمته وما طلعش، احنا اصلا بنشتغل بنظام اسمه ترايل اند ايرور، يعني ايه؟ المحاوله والخطا، احاول واشوف ماشي، بس يعني عشان انا اطلع كده عندي سنس، فانا هحاول ارسمه في الاتجاه اللي فيه ايه الارقام الكبيره وابتدي اجمع الارقام اللي جوه دي، يعني مثلا على سبيل المثال 7 و4 من 10 و5 و7 من 10 كل ده هيتجمع معايا تمام، كل الارقام اللي جوه الدوائر دي، ال 2 و7 من 10 هتتجمع معايا، ال 2 و1 من 10 هتتجمع معايا، نبص كده على ال 9 من 10 دي اخدها كلها ولا ما اخدهاش كلها؟ بالسنس كده يعني يا دكتور، شوف عدت النص ما جاتش من النص. بس لا بالسنس كده، الاول انا بسال سؤال محدد، اخد رقم 9 من 10 اجمعه معايا ولا ما اجمعوش؟ ما ينفعش اجمعه كده. ناخدها معانا يا دكتور. ناخدها معانا كلها 9 من 10 زي ما هي؟ كاملة. لا ما ينفعش ناخدها كلها يا دكتور. هو برافو، القطاع ده بصوا القطاع ده شكله كده اهو، بس مش كله واقع داخل الخط الاسود التقيل اللي انا عاملاه ده، يبقى ما ينفعش اخده كله، فهاخد منه جزء، الجزء ده قد ايه؟ بالسنس بقى زي ما زميلنا قال، يعني انا شايف ده النص تقريبا هاخدها 45%، في حد شايفها ازيد من نص شويه هياخدها 5 من 10 ماشي، ال 2.8 من 10 اللي تحت دي شايفينها؟ الرقم ده ما ينفعش اخده كله، فهاخد جزء منه نصه او اكتر من نصه شوية ماشي، الواحد من عشرة دي حد شايفها؟ ايوه جت منها حتة صغيرة ايه؟ هاخد 3 من 100 مثلا، الاربعة من عشرة دي جت منها حتة صغيرة معانا اهي، هاخد 1 من 10 ولا 8 من 100 ولا 7 من 100 ماشي، فانا هعمل كده لحد ما اجمع الارقام اللي موجودة بين الخطين، ادتني رقم 95 خير وبركة ماشي، عايزين 95%، 95 هنا بتعني ايه؟ ان 95% من ايام السنة الريح بتهب في الاتجاه ده، 95 مش الرقم ده بيمثل نسبة عدد ايام السنة اللي الرياح بتمر فيها في اتجاه معين بسرعة معينة، فانا لو عرفت اجيب بريفيلينج ويند دايركشن هيديني 95% من ايام السنه الرياح بتهب في هذا الاتجاه، فيبقى احط الران واي بتاعي في هذا الاتجاه، لان هبقى ضامن ان معاه مركبه رياح دايما بتساعدني في عمليه الهبوط والاقلاع ماشي. طب لو ما جابش معايا 95% هعمل ايه؟ على سبيل المثال انا بفضل احاول تاني مره واثنين وثلاثه وعشره لحد ما ايه ما استنفذ المحاولات، في بعض المواقع ممكن مفيش ملاقيش اتجاه رياح سائل بعض المواقع ماشي، فساعتها ممكن استخدم اكتر من رانواي زي الشكل اللي قدامنا كده، بصوا للشكل اللي قدامنا انا عندي اتجاه الشمال اهو في رانواي او ده طبعا مش ده الرانواي يعني في اتجاه رياح وده اتجاه رياح تاني، ولما بجمعهم الاثنين مع بعض بيدوني ال 95%، فيبقى ممكن يكون عندي بعض المطارات فيها اكتر من ران واي بسبب الرياح. لحد كده الدنيا واضحه بالنسبه لكم؟ بعد اذن يا دكتور. ايوه اتفضل. هو انا ازاي هوصل لنسبه 95% وانا اصلا الجدول اللي كان معطى في الاول ده النسبه فيه كلها اصلا 86.5%؟ انا مش فاهم. برافو عليك، انا برافو عليك، انا مستغربه ازاي مفيش حد سال السؤال ده لحد دلوقتي، برافو عليك. بص جو. خلاص في 86.5% بس تمام، في دايره في النص كده شايفها اللي فيها المثلث دي مش مكتوب فيها ارقام خالص، شايفها ولا مش شايفها؟ لا مش شايفها يا دكتور. في دايره هنا في النص اهي الصغيره دي مش مكتوب فيها رقم اصلا. باينت اللي في النص ده مثلث مش رقم. ايوه ظهر. المنطقة دي اسمها الكم بيريود، كم سي اي ال ام، كم يعني ايه خدناها في الانجليزي
منطقة الراحة. الهدوء. ماشي. الكام، كلمة كام ال اللي سايلنت ما بتتنطقش، او في حد فيكم بيقولها كالم؟ ماشي. الكام بيريود دي اللي هي منطقة الهدوء، اللي هي ايه بقى او فترة الهدوء، اللي هي الاوقات اللي الرياح فيها ما بتهبش بسرعة، بتهب بسرعة اقل من 4 مايل بر اور، الرياح هادية خالص. ما هو اصلا في مقياس اسمه مقياس بيوفرت للرياح، المقياس ده احنا مش بنتعامل بيه قوي هنا، ممكن في المواني تاخدوه مع الناس بتوع المواني اذا كانت مادة المواني عندكم، يعني انا معرفش هيبقى مقرر اختياري اعتقد. مقياس بيوفرت للرياح ده مقسم الرياح 10 درجات من اول النسيم. نسيم يعني ايه؟ طبعا النسيم لما بيذكر في الاغاني اللي هو النسيم العليل يعني، والدنيا هاديه واحنا ناس كده قاعدين مستمتعين بيه، وحاجه لطيفه اللي هي ايه، نسمه هوا لطيفه. اقول لك دي نسمه. نسمه يعني ايه؟ يعني ما الراجل اللي بيقولوا عليه نسمه ولا الست اللي بيقولوا عليه نسمه دي اللي هي يعني ايه، ما بتاذيش حد خالص. لكن الرياح بتتقسم من اول النسيم لحد الرياح، طبعا الرياح السريعه، الرياح العاصفه، لحد ما نوصل لحاجه اسمها التويستر او الاعصار. فعلى مقياس بيوفرت رقم 10 اللي هو التويستر او الاعصار، الاعصار ده بيخلع بيوت من مكانها وبيخلع اشجار من مكانها وبيطير عربيات في الهواء. تمام. احنا عندنا الكام بيريود دي اللي هو لما بجمع الاتجاهات كلها كده واللي فيها سرعات الرياح اكبر من 4 مايل بير اور لحد ما نوصل ل 60 مايل بير اور في كل الاتجاهات، بيتبقى رقم. الرقم ده هيكمل لنا ال 100%، هو ده اللي بيتحط جوه الكام بيريود، وده بيتاخد معانا. يعني على سبيل المثال في الجدول اللي زميلنا سال، 86.5 من 100% يتبقى لنا 13.5 كام بيريود. المنطقه دي منطقه هاديه نسبيا، ففي 13.5 من ايام السنه الرياح بتبقى نسيم، بتبقى هاديه. الرقم ده بيدخل معانا فبيديني ال 100، ال 95% اللي انا عايزه. لحد كده انا جاوبت سؤالك الباشمهندس اللي كان بيسال؟ ايوه تمام يا دكتور. المحاضره دي مش هينفع تنتهي دلوقت واحنا في رمضان والساعه و10 دقايق بتوعي خلصوا، فانا مش هشد عليكم عشان خاطر احنا النهارده كمان اول يوم صيام، وانتوا اكيد صدعتوا وانا صدعت لان كان عندي محاضره قبلكم، فهنكتفي بهذا القدر المره دي، وهنستفيد في الشرح اكتر المره الجايه في الموضوع ده والموضوع اللي بعده. لحد كده انتوا عندكم اي مشكله؟ لا شكرا يا دكتور. الاسبوع الجاي هو الاسبوع الرابع، فان شاء الله المفترض ان احنا نكون موجودين في الكليه. في كمان في اليوم ده مناقشه التدريب الصيفي، فالمفروض ان انتوا هتسلموا التقارير بتاعتكم للبشمهندس محمد السلموني. التقارير دي يفضل ان كل مندوب فصل يجمع التقارير بتاعه الفصل بتاعه عشان ما يحصلش زحمه، انتوا عارفين عشان الكورونا وكده. كل